يكاد لا يخلو تقاطع من تقاطعات مركز محافظة الديوانية من عمل وإن كان شاق، لكن العنصر الأهم فيه هو كسب عطف سائقي المركبات. رأيتهم من بعيد فتقربت منهم وتحدثت إليهم، لكن لم يبقى إلا هذا الشاب مصطفى الذي وإن مل واقع حياته لكنه مجبر على عالة أسرته التي تعتمد على ما يأتي به من لوازم البيت. الوقوف قرب إشارات المرور واستثمار توقف السيارات للتسابق حول مسحها وتنظيفها علهم يحصلوا على أي أموال من السائق. ولم يخفي مصطفى أنه تعرض في مرات عديدة إلى التهديد والعنف. فإحنا جايين هنا على باب الله، يعني حصلنا 10,000 5,000 نعيش بيه أهلي، أنا أبوي مريض، الله شاهد، عنده صماب بالقلب، 5 شرايين مسددة، وراماتيز عنده. أنا جاي عايشهم علاجهم وعلاج أمي ومصرف أخوتي. يا مواليدته؟ مواليد 2005. لا مدرسة أكيد؟ بالروافد، بس بطلت، بطلت على مود عيشة أهلي. شو قد معيشة هسه؟ شو قد معيشة؟ أنا 4 هسه برقبت، وأنا 5، 4. شو قد حصل باليوم أنت تقريباً؟ حصل لي 10,000، 5 مرات 15,000. زين، كل السواق هنا يتعاملون وياكم باحترام ويتعاطفون وياكم؟ صحيح، بيهم يطون وبيهم يصيحون، مرات ينزلون يركضون ورانا، مرات هذا حتى بيهم يسحبون سلاحهم. وفعلا وجهنا سؤالا لبعض السائقين، منهم من تعاطف ومنهم من شكى حاله لنا بسبب ضعف الواقع الاقتصادي. وهي جامعه مالته نظيفه ويجي يمسح. زين هو يقول لك انا ما عندي على باب الله، شلون؟ هو نطيه بدون ما يمسح. ها والله شو خطيه. يعني عادي انتم عندكم انه مثلا يجي هو يمسح وكذا؟ عادي. اسمي جيب فوايد وايد. الوضع حمل الاقتصادي هو متعبان. تعبان كلش. ماكو واحد ياجر تاكسي شنو؟ لا ماكو شغل. ليش؟ والحال لا يختلف في تقاطع آخر عند أبو سجادة الذي يحاول هو وأطفاله 5 أن يحصلوا على أي مال يكفي عيشهم وعلاج ابنته المريضة ليواجهوا أطفاله البرد والحرمان والفقر وهم في عمر صغير. هذا اللي جاي تحصل تملك كنز كافي؟ ما حد يشتري كنز، ذاك من ذاك اللي يشتري كنز. دنيا باردة، مو تقول حارة ونقول بها ما أبو جواب، ما حد يشتري كنز. بس ها مطلعين الطماطة أنا ما أقول لك أكل لحم كل اسبوع، ياكل اللي لحم ولا ما اكل، عايشين على الطماطم والباذنجان كل شيء. ما زين هاي الاطفال وياك؟ كلهم اطفالك؟ لولا 5 جهالي كلهم يشتغلون وياك؟ وياي بالمكتب المدرسه يداومون، والعصر هم الصبح اخذهم وياي. هسه الواقع هنا بالتقاطع صعب، مش جهال وياك وهذا البلد خطيه شلون؟ نعم حقيقه صعب، المشهد مو سهل بالله شاره. لا نريد أن نذكر تفاصيل أكثر عن ما عرضناه، فمن يود التبرع فالأماكن معروفة، لكن هل هناك فعلا حلولا حكومية قديمة وجديدة أخذت بنظر الاعتبار خط الفقر الذي يعيشه آلاف العراقيين؟ من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.